في لبنان تفاقمت الأزمة السياسية بعد أن رفضت المعارضة تشكيلة الحكومة التي يتمسك بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ويترقب اللبنانيون قرار رئيسهم ميشيل سليمان في قبول التشكيلة المقترحة أو رفضها. المعارضة اللبنانية مجتمعة أبلغت رسميا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان رفضها للتشكيلة الحكومية التي قدمها إليه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. هذا الرفض حمله ممثلون عن الأقطاب الثلاثة الأساسية للمعارضة، وهي التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وذلك لمواجهة ما تصفه المعارضة حكومة الأمر الواقع في توزيع الحقائب واختيار الأسماء. نحن كمعارضة أبدينا ولا نزال كل الإيجابيات اللازمة لنسهل الأمور ونمتن الوحدة الوطنية. على كل حال أكيد نعتبر هذا اللي حصل أمر غير لائق، لا بديمقراطيتنا ولا بأسلوب التعاطي معنا. موقف المعارضة هذا رفضته كتلة تيار المستقبل الداعمة للحريري، حيث دعت المعارضة إلى الابتعاد عما وصفته بمحاولات التهويل والتجاوب مع ما قدمه الحريري. وتعتبر الكتلة أن نجاح هذه الخطوة الدستورية وصولا إلى تأليف الحكومة العتيدة يسهم في الخروج من حال المراوحة الراهنة ويعطي أملا جديدا للبنانيين. ويراهن الطرفان على الموقف الذي سيتخذه الرئيس سليمان انطلاقا من حقه الدستوري في قبول أو رفض التوقيع على تشكيلة الحكومية بصيغتها الحالية. باعتقادي الدور التوافقي لرئيس الجمهورية هو الاتصال بالمعارضة، هذا الاتصال بدأ وكان تفاهم على الحوار لكي يؤدي هذا الحوار إلى تفاهم، طبعا تفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والفريق المعترض لإخراج الحكومة من المأزق. وفي هذه الأثناء سجل تحرك للسفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري باتجاه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث تناول البحث سبل الخروج من الأزمة الحكومية الراهنة. هذه الأزمة عمقت برأي الكثيرين حال الانقسام بين المعارضة وقوى الأكثرية النيابية، وهي أزمة مرشحة للتفاقم إذا لم تتمكن الأطراف الأساسية من وضع الحلول لها. محمد نون، بي بي سي، بيروت.